شحال هادي من بعد الجني كميه كبيره ديال التمر كتضيع او لا كتستعمل كعلف للمشيه بسبب الطرق والوسائل غير المناسبه للحفظ اللي كيقوم بها الفلاح. اليوم بينت الابحاث والتجارب اللي تدارت على طرق جديده ومناسبه لحفظ مختلف اصناف التمور. درجه الحراره المنصح بها في التخزين ديال التمور هي درجه الحراره اللي ما كتجاوز 4 درجات، لانه اذا قلنا اذا تجاوزنا هذه درجه الحراره ممكن ان التمور ديالنا تخمى ولا الحموضه ديالها تزاد ويعني كتبقى غير صالحه للاكل. كذلك ممكن ان درجه الحراره تاثر على بعض الخاصيات الفيزيائيه ديال التمور، ممكن ان التمره ديالنا يظهر عليها بعض البقع بيضاء اللي هما بقع ديال السكر، ممكن ان التمره ديالنا الغشاء الخارجي ديالها ينفصل على اللب ديالها، ممكن كذلك انه يظهر لنا بعض البقع ديال العفن ولا ديال لي موزيسيور على سطح التمر. دونك هادو هما الاضرار اللي ممكن انها تاثر بفتره التخزين. هاد الاضرار كاين اضرار اللي ممكن اننا نعالجوها، يعني من كنسالو التخزين ديالنا ممكن اننا نعالجو هاد الاضرار ببعض المعالجات اللي كتسمى معالجات بعد التخزين. منها يعني اننا ممكن اننا في حال بالنسبه للظهور ديال بعض البقع البيضاء ممكن اننا نعالجوها بواحد المعالجه اللي هي درجه الحراره ولا بلا شله. بينما كاين بعض الاضرار بحال مثلا كما قلنا العفان ولا مثلا هاد ليطاش ديال السكر اللي كيظهر من داخل في وسط التمر ما ممكنش انها تعالج. دونك الحل الوحيد ديالها هو انها التمر ناخذوها للتثمين ديال بعض المنتجات بحال المربى ولا بحال العصير الطعام ولا بحال لاباط دو دات، ولا ممكن انها تستعمل في كعلف بالنسبه للمشيه.